السلام عليكم ورحمة الله في قناة عبد السبور. اليوم جينا نضحكوا شوية ولا حسبونا مانيش عارف شنو. أونز مونديال هذه حطت في عبر صفحتها على تويتر باللي زعما جاهم خبر باللي من الجزائر كما قالوا هنايا، دوك نقراه لكم هنايا، دوك حطوه هنايا تشوفوه الصورة. هذا التقرير هذا نقراه لكم على كل حال، وبعد نحكيه شوية برك، ما تروحوش بعيد ربي يستركم، باسكو تضحكوا شويه والله العظيم حسبونا ناكلوا من ودنينا، والله العظيم ولا حسبونا ناكلوا من ودنينا. شوفوا واش قال اونز مونديال، تابعوا معنا. سي دي ساكري نوفيل كي سي ديسين سي لون كرو دي انفورماسيون فيني دالجيري. لورغانيزاسيون دو لا كان 2023 بوري اتر بولفيرسي. قال لك بلي des informations venues de l'Algérie. Je ne sais pas si vous avez des informations. Je ne sais pas si vous avez des informations. Je ne sais pas si vous avez des informations. Si vous avez des informations, je vous ai dit que si vous avez des informations, vous avez des informations. Je vous ai dit que vous avez des informations. Je vous ai dit que vous avez des informations. يقولوا لنا كذا، انا خطره حطيت فيديو ولا غير بعد نحيته كي قلت لهم ماشي تعاود الماتش شبعت راكم تعرفوا ليسونسيال. هادو اونز مونديال حبوا دوك يديروا لنا مانيش عارف دوك التخطيط تعمل، صدقوني انا ما نشك في حتى واحد ما كاين تخطيط باش قال لك هاد الهضره باللي كون كوا بلي كون ديفوار ما راهاش راح تنظم اوتوماتيكمون. الجيري هي اللي تجي موراها هي اللي تنظمها في 2024، هي 2023 طبعوها يا اخي داروها في 2024. لا علينا، ويخرج لهم الرد مليك الرد من الجزائري ديرك. شوفوا الجزائري شكون خبر له، تبعوا معنا تبعوا معنا. وهاي ها 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 هو المصدر، باسكو قناتي ما لا رومان كيتو بالمصادر، صدقوني ما نكذب باذن الله. يا الله الشعب الجزائري لحق له غير الصح. تابعوني، ها هو المصدر فؤاد اسماعيل صحفي. تواصلت هاتفيا قبل لحظات بمسؤولين في اللجنه المنظمه لكاس امم افريقيا 2023 في كوت ديفوار، سمعوا مليح جمهورنا الكريم، للاستفسار عن مدى صحة خبر احتمال نقل الحدث القاري إلى دولة ثانية. دولة ثانية سما باللي زعما ما راحش يديروا في الكوت ديفوار، سما راح يديروا في بلاد واحدة أخرى. تابعوا معنا، إلى دولة ثانية نظرا لعدم اكتمال الأشغال في كوت ديفوار. نظرا لاكتمال الأشغال في بعض المنشآت الخاصة بالمدن الخمسة المستضيفة في كوت ديفوار، وقد أكد لي هذا اللي هضر معاه في التليفون، وكان أكد لي أن الأمور تسير بالشكل الصحيح الحمد لله وفي الأجال المحددة، ولم يصلهم أي اعتراض ولا ملاحظات من الكاف الذي قامت لجنته معاينة منذ أقل من شهر. الكاف كما جاوا هنا الجزائر هذوك وجاوا عاينوا جازوا تما وزادوا شافوا الملاعب تاع كوت ديفوار، لقاوهم راهم يمشوا في حالة عادية وراحيهم يتخدموا في الأجال ديالهم يخلصوا. علاش هاد البلبله يا اونز مونديال؟ واش حسبتي الشعب الجزائري؟ او جاك الرد من عند الجزائري ديريكت عيط لهم، استعرض به عيط لهم ديريكتومون، هضر معاهم قالوا له بلي ما جانا حتى اعتراض حنايا. واش محاسبين الشعب الجزائري؟ واش حابين يزيدوا يلهونا من 2024؟ حابين يلهونا. انا نقول 2024 باسكو راح يزيدوا عام، هي ما عادش تندار في 2023، عاد تندار في 2024 و 2025 عاد تندار في 2026 باش يكون في علم الجامع، باسكو راح يدنوها. واش راكم حابين تعاودوا لنا الحكايه؟ على بالكم باللي الشعب يحب الكره ومقلق على بلادو ويحب بلادو؟ يا والجزائر الجزائر كان عطا ربي وما كانش الكولاسه، نحلف اقسم بالله غير الملاعب ديالنا بالراقي دويره قريب يخلص، وهران يزي وزو هاد اليامات راح ندير فيديو فيه واحد 3 دقائق على الملاعب ديالنا. هذاك هو الملف، شغل فيا شغل نزيد نوري لك لاكاف، هاو الملف. عطينا لهم ملف صحيح وما حبوش يامنوا، الناس ما ورات حتى تصويره، قال لك هما اللي نظموا 2025 لا اله الا الله محمد رسول الله. يا اونز مونديال انا واش نقول لكم، الشعب الجزائري واعي وانا زدت شعبي العزيز. جبت لكم انا جبت لكم المصدر من السيد عيط لهم الصحفي وهضر معاهم تاع كوت ديفوار، قالوا له رانا بيا وحنا حننظموا. ما كانش دوك اللي يدير لنا بالبلا ما بين الشعب ويخلي الشعب يتقلق، ما كانش. اونز مونديال
التقرير ديالك هذاك والخبر ديالك عاود غير نحيه، باسكو واحد ما امنك في الجزائر، ويا شعب يا الجزائريين عم يحطوا فيديوهات، عم يحطوا، انا شفت با مال دو فيديو قسما بالله راهم يهضروكم سي صح راح تنظموا حنايا 2023 ولا 2024 هذه، صدقوني لا اساس من الصحه هذا الخبر. شكرا لكم، ماذا بكم تشاركوا معنا في قناه عبد السبور، فعلوا الجرس وقناتي ان شاء الله، والله نتعب ونتجهد وندير جهد باش نلحق غير الخبر الصحيح، وبارك الله فيكم وصحة فطوركم. عبد السبور.